ضيفتنا زهرة من حدائق بابل، جمالها كدجلة والفرات. لها تاريخ من بلد كلها حضارة، ورثت الصوت الجميل من الوالد الفنان القدير الراحل رياض أحمد. صاحبة الصوت الجميل اليوم معانا ببرنامج عالسيف الفنانة رحمة رياض. حياك الله يا رحمة. الله يحييك. مسي عليك بالخير. الله يسلمك. أنا دائما بالمقدمة ما أعرف أحكي. على الأسئلة أجاوب. أول شيء مبسوطة أنا اليوم وياكم. حياك الله. الفانز وأني كنت منتظرة هذا اللقاء. برنامجكم مشاهد وحلو. إنه أني محظوظة أكون اليوم وياكم. وإن شاء الله تستمتعين بعد اليوم معانا وتكون أسئلتكم حلوة. حلقة حلوة. احنا ودنا نتكلم في امور كثيره، ولكن قبل لا نتكلم فريق الاعداد مجهز لنا هذا التقرير وان شاء الله يعجبك. يلا نشوفه. رحمه رياض هي رحمه بنت رياض احمد من مواليد 19 يناير عام 1987، وهي من أبرز نجمات الجيل الحالي من الفنانات العراقيات. ولدت رحمة في البصرة من أب عراقي وهو المطرب الشهير رياض أحمد وأم عراقية، والتحقت بالدراسة من صغرها بمدارس مدينة صلالة بسلطنة عمان، ثم انتقلت لتعيش حاليا بين لبنان وقطر. أحبت رحمة الغناء من الطفولة ودرست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها، وشجعها والدها على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية، وشاركت رحمة في برنامج ستار أكاديمي اللي يعد من أكثر برامج اكتشاف المواهب صعوبة، وأن ذات كانت في 17 من عمرها، وصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. ولما سمعت عن مسابقة نجم الخليج شجعتها والدتها على المشاركة فيها، وخاصة أن المسابقة ليست وقفا على أهل الخليج، ونافست ضيفتنا اليوم حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور. قدمت العديد من الأغاني الجميلة والطربية واحتلت قلوب الكثير من الجمهور العراقي والخليجي والعربي. رحمة ما شاء الله عليك، نشوفك دائما تتنقلين بين دول الخليج وللجمهور خليجي كبير. صح. فنبي نتكلم عن هذه التنقلات وايد، ومن زمان ما شفناك بالكويت، صار لك فترة. صار لي تقريبا شيء يعني ذيك السنة اجيت. اي ذيك السنة. اتنقل لانه شغلي يعني مو ثابت، انت تعرفين الفنان دائما رحال يعني. شايل جنطة ومسافر. فدائما البلد دائما مو مستقرة يعني، وهذا أزعج شيء أنك أنت ما عندك مكان محدد تستقرين به. استقرار شوية ثابت اللي قاعدة أطول به أكثر هو الدوحة. بس أصحح معلومة بالتقرير، أول شيء التقرير كلش حلو، شكرا. حبيتي؟ قلتوا عمري، فضحتوني. بعدك صغيرة يا رحمة، لا تخافين من عمرك. أنا وصلت للنهايات بستار أكاديمي. أكيد. وبنجم الخليج، بس ما أخذت اللقب. لكن الحين أنتي نجمة. يسلمك يا رب. ونجمة عراقية جميلة ولها جمهور كبير. ودائما عندك طموحات كبيرة، فيعني هذا شيء جميل جدا. يسلمك يا رب. يمكن احنا قاعد نتكلم توا ريهام تسألك تواجدك في الخليج بشكل كبير. اذا بغينا نقارن في الدول العربيه، انت تفضلين الدول الخليجيه اكثر، ويمكن ذكرتي الدوحه. السبب الجمهور؟ السبب هو اني بالبدايه لما سافرت على، هو طبعا بالبدايه قبل الدوحه كان اكو قبلها عمان صلاله، وبعدين البحرين، بعدين اجتي الدوحه. مع انه الدوحه يعني ما كنت متخيله بحياتي اني ممكن اعيش بالدوحه. ما كنت متوقعه هم محبين للفن ومحبين للمواهب ويدعمون الاصوات. فصارت بالصدفه انطلبت بمسلسل ومثلت ولزقت بعد ما سافرت. حبيت الدوحه. حبيتي تجربه التمثيل؟ اي حبيتها. على طار التمثيل، عرضتي مره في السناب عن فيلم المدينه. اي مدنه مسلسل. انزين، لكن ما شفنا عنه شيء. مدنه هو تحضيراته كانت جدا طويله، لانه مسلسل اول مره يصير مسلسل بالوطن العربي بهاي الفكره، انه مسلسل عربي اجنبي، في ممثلين امريكان وبريطانيين.
وإنتاج عالمي. وإحنا قبل بس خلصنا المسلسل رحنا عرضناه بمهرجان كوميكون. مهرجان هو بأمريكا بسان دييغو مخصص للأفلام والمسلسلات الخيالية الساي فاي. فإحنا كنا أول مسلسل عربي يشارك بهالمهرجان، فهذه كانت خطوة بالنسبة لنا كلش يعني ناجحة، لأنه مشاركين إحنا العرب كثير وأجانب، فيعني أعتقد كانت أكيد تحدي كبير. تحدي كبير، وبالنسبة إلي كأول تجربة تمثيل أنا محظوظة أني أشارك بهيك مسلسل. الحمد لله، إن شاء الله دائما محظوظة. ووايد في سوالف، لكن نبي اليوم نسمع صوتك، نبي نسمع صوت رحمة. أوكي. فاليوم شو تسمعين يا رحمة؟ أغني أغنيتي يلا وينك؟ وينك حبيبي دوختني عليك، وينك يا غالي انا مشتاق لك، في اي بلد موجود في اي مكان ودي اشوفك ولو ساعة زمن، حتى انفاسي تريد تطلع تجيك، وينك وينك حبيبي. اكسب رضاك، مشتاق تركب وانا اركب وراك، مشتاق تزعل حتى اكسب رضاك، مشتاق تركب وانا اركب وراك، كل الاسامي نسيتها ما عداك، وتنفسك ويا الهوى وروحي بي، كل الأسامي نسيتها ما عداك، وتنفسك ويا الهوى وروحي بيك، وينك 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 حبيبي دوختني عليك، وينك يا غالي أنا مشتاق لك، في أي بلد موجود في أي مكان ودي أشوفك ولو ساعة زمن. الله عليك يا رحمة. يمكن الفن العراقي القديم والفنانين القدامى كانوا متميزين بأداء وبفن عراقي غنائي. الشباب الحين يقدرون يحملون هذه الراية ويمشون في نفس طريق النجاح؟ بنظري حاليا اختلف ال شلون؟ يعني أنا قلتها قبل ويمكن الناس يمكن ما حبت هذا الشيء، بس أنا قلتها قبل إنه أذواق الناس تغيرت. إحنا صرنا بزمن سريع، اليوم يمر بسرعة، أغنية تنزل تطفى وراء أسبوع، تنجح أسبوع وتنتهي وراء أسبوع، تنزل وراها، فإحنا بزمن سريع. سابقاً كانوا الفنانين ينعدون على الأصابع، كانوا الفنانين اللي يطلع يغني على التلفزيون لازم يروح على لجنة تحكيم بالإذاعة والتلفزيون إذا يوافقون عليه يغني، إذا ما وأصوات كثيرة كبيرة صارت حالياً ما وافقوا عليها سابقاً لما قدموا امتحان. فكان صعب انك تطلع بسهوله تغني وتسوي اغاني وكان لما يتوافق عليه تمر الاغنيه على لجنه التحكيم نفس الشيء ويسمعوها ويقررون اذا تنزل على الاذاعه ولا لا. حاليا صراحه صارت لمن هب ودب، كل واحد دش الاستديو سوى اي اغنيه ونشر. مع احترامي لكل الفنانين، انا طبعا ما اعني حد معين، لكن احنا بوضع حاليا اي واحد سوى اغنيه ونزلها على اليوتيوب، السوشيال ميديا مفتوحه للجميع. صحيح.
للفنانين وللفاشينيستات وللكل يعني، فأي واحد صار يقدر يسوي أغنية وينزلها. سو إحنا بزمن سريع، لكن الشاطر إنه يثبت موهبته، يختار أغاني مميزة تعيش، مو أغنية تعيش أسبوع وأسبوعين وتنتهي باي باي مع السلامة. على مدى هيك أني تلاقيني كلش صعب لحد ما أنزل أغنية والفانز زعج هذا الموضوع، موضوع أني أني قاعدة أطول. لكن أني مثلا عندك أغنية الله كريم اللي هي من ألحان الملحنة وجه له تحية الملحن العراقي علي صابر، لحد الآن تنسمع وتنطلب. أغنية لبنانية اسمها خلصنا لحد الآن تنسمع وتنطلب. سو أنا بنظري أنك تشتغل حتى لو طولت لحد ما تنزل أغنية، أنك تنزل أغنية ممكن تنسمع لفترة طويلة ولا أسبوع وتنتهي ومع السلامة. صحيح. عندنا فيديو عنك وعن أحد العظماء في هذا المجال، نشوفه مع بعض. يلا. واجب بالروح شريك يا حبيب، واجب عيني تباريك يا حبيب، واجب بالروح شريك يا حبيب، واجب عيني تباريك يا حبيب، واجب يالحبك هين وهين واقرب من قرمش العين، الحبك هين وهين واقرب من قرمش العين، ما حد قال لك يا زين، ما حد قال لك يا زين، على عينك حاجب واجب. رحمة الله على الوالد القدير الفنان، يعني كان صوت لن يتكرر. حسيتك كنتي تبي تبكي، احنا ما نبي نبكي. تدرين اني كل لقاء كل ما اطلع ادمع، مو لانه اني قاعد اسوي شو، لكن الوالد غالي. غير انه غالي، احس افتخر لما اشوفه بالتلفزيون جدا، لانه احنا سابقا كان الاعلام ظالم الفنان. والدي فنان مهم لن يتكرر، لكن اعلاميا احس احنا كان ذاك الزمن كانوا مظلومين. فاني من اشوفه على التلفزيون واحنا بهذا العصر الجديد افتخر، احس بفخر ما تتخيلين ايش قد ادمع، لانه اني فخوره قاعد اشوف نفسي انه اني قدمت شيء اقدر يعني اتمنى اكون هو يعني يكون عايش ويشوف هذا الشيء اللي انا قاعده. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. دائما متعارف على الفنان العراقي بمشاعره يحمل حزين. يحمل معاناه، معاناه غربه، معاناه يعني قسوه الحياه على بعض الاغاني، بعض المواويل معروفين العراقيين يعني في هذا بيئتنا يعني. احنا نقدم اللي موجود ببيئتنا. احنا بيئتنا يعني احنا مرينا بظروف صعبة جدا بالعراق. صحيح. مستحيل تلاقي بيت ما بي احد رايح له من حرب. صحيح. فكل اللي يكتب كلام او يلحن هو من ضمن هذول الناس اللي راحوا لهم حبايب. صحيح. فيكتب عن معاناة ويلحن عن معاناة، فتلاقي اكو حزن، لازم، هذا شيء طبيعي يعني، حتى بصوته. صحيح. وبحسه وبكلامه. اعتقد هذا شيء مميز بالنسبه للشعب العراقي يعني. هو شيء زعل انه احنا مرينا بهيك ظروف. اكيد. لكن انتجنا فن واصوات واغاني لحد هذا الزمن عايشه. صحيح. اكيد. رحمه، انا اللي اعرفه رحمه رياض اذا كانت حزينه تبدا في الاغاني. تكون الاغاني لاين مختلف. بالضبط. فاليوم يعني سوالفنا ما نبي نتكلم وايد. إيه؟ نبي نسمع صوتك. إيه؟ فنبي نسمع شيء من تبين من الوالد. إيه الوالد؟ الوالد يلا. واجب. واجب.
واجبر روح الشريك يا حبيب واجب واجب عيني تباريك يا حبيب واجب واجب الروح الشريك يا حبيب واجب واجب عين تباريك يا حبيب واجب يا الحبك هين وهين وقرب من رمش العين قرب من رمش العين ما حد قال لك يا زين ما حد قال لك يا زين على عينك حاجب واجب عليك يا رحمة دائما نشوف إطلالات جميلة وأناقة يعني نبي نتكلم عن هذا السر لأن وايد نشوفك متابعة فوق الجيدة للفاشن صح أنا أحب الفاشن وأحب الملابس أحب كل شيء يخص الفاشن يعني من زمان يعني من أول ما بلشت أصير شابة وأني أتابع بصراحة أشوف اللبنانيين مميزين بهذا الشيء في التصاميم بالضبط وأني سافرت كثير إلى لبنان وأصحابي مصممين أزياء وخاصهم بالستايلست والفاشن سو أخذت منهم هذا الشيء زائد الذوق أكيد يعني والمتابعة طبعا وأني يعني هي ميزة أنه أنت تعرفين تلبسين اللي يلوق لك أكو ناس هواي تلبس حلو بس ما تعرف اللي يلوق لها يعني القصيرة أحيانا تلبس لك مثلا بنطلون قصير لهنا يصغرها أكثر فيعني فأنت عارفة الستايل اللي تلبسينه أعرف اللي يلوق لي أكيد حلو وفي ملاحظة الناس وايد طبعا علقت ووايد اكتبوا عن الفاشن إيه؟ عندنا بعض الصور بنشوفها مع بعض يلا فيديو بنشوفها الحين يلا إنزين ونبي التعليق يلا صار لي أتعامل مع رحمة 3 سنين وما شاء الله ما شاء الله عليها من أطيب وأرقى وأنعم الفنانات اللي تعاملت معاهم خلوقا وجمالا وجسمها يساعد على اي فستان هي من الاجسام شنو ما تخلي عليها يطلع حلو جسمها لبيس فما شاء الله عليها يمكن هذا اللي خلانا بعدنا متوافقين مع بعض ومتواصلين مع بعض ومكملين مسيرتنا صار لي 3 سنين اتعامل مع رحمة بالنسبة لرحمة رياض الالوان اللي تستهويها دايما بالميك اب الوان النود اوكي وايد تحب الميك اب المات لما نيا اتعامل معاها او اي ميك اب ارتست ثانيه دائما رحمه تسلم نفسها للميك اب ارتست وايد تثق بالميك اب ارتست وتعطيها يعني تخلي الميك اب ارتست على راحتها عجبها الميك اب تمام ما عجبها ما راح ترجع مره ثانيه رحمه تحب الناعم البساطه كل ما كان ناعم الفستان وبسيط تحب تروح له فهذا الحلو فيها ما تعذب بس كمصمم ازياء احب اخليها بتطلع اطلاله مختلفة عن الإطلالة اللي قبلها نستشير بعض مو إنه تدزلي إنه حابة هالستايل لا دائما نستشير بعض لنوصل لستايل حلو واثنيناتنا راضين المصمم طبعا المبدع أمجد نوجه له تحية وخبيرة طبعاً. التجميل مشاعل أوجه لهم تحية هم الاثنين هذول أمجد صار رفيق الدرب ومشاعر الصديقة اللي دائما كل ما أجي الكويت يعني على طول يمها لأنه مشاعر خيأتك ladies first أحكي عن مشاعر بعدين نرجع على أمجد مشاعر الحلو بيها أنه قلت اليوم أنا حكيت على السوشيال ميديا أنه تحفظ وجه الشخص اللي قاعد قدامها فتطلع الجمال اللي بشكلك مثلا عندك انت مميزه بعيونك بشفايفك بخدودك تطلع هاي الميزه بشكلك اليوم رحمه ايش كثر الفنان يركز على موضوع الشكل يعني قبل في السابق المطرب
خاصة يركز على الأداء، يهتم في هذا الموضوع أكثر ما هو يهتم بشكل سواء كان على مستوى النسائي بشكل. والله أنا ما أوافقك الرأي. يعني حتى قبل كانوا نفس الشيء؟ طبعا أنا أبويا كان كلش أنيق، كان دائما يختار بدلاته لازم تكون بدلة مميزة الرجال، والنساء كذلك. عندك وردة دائما تسريحاتها وكانت معروفة بستايل معين، أم كلثوم كانت قبل مميزة. التسريحات الرجالية كانت خطيرة. أم كلثوم كانت مميزة بستايل معين، فأعتقد أنه الجمال أكيد يعني يضيف للفنان، زائد الأناقة تضيف للفنان، تلاقي كل فنان إلى ستايل معين أكيد، وهو يعتبر آيكون يعني الناس صح. تقلده أكيد. رحمة الحين نبي نسمع الأغنية الثالثة مثل ما وعدتينا. أنت طماعة. أي طماعة جدا، نبي نسمع والجمهور والفانس كلهم الحين يعني المتابعين يبون يسمعون الأغاني الحلوة. نغني لتشوفني يمكن اللهجة العراقية رحمة عاطفية وفيها مشاعر خاصة في بعض المفردات، عشان كذي نشوف المواويل العراقية منتشرة بشكل أكبر من أي لهجة ثانية. صحيح، يمكن لأنه إحنا نغني بالعامية، الكلام اللي يوصلك بسرعة، مو الكلام اللي تحسه تروح الجوجل وتسوي له ترجمة. كلام العامية كلام يحاكي الشعب، يحاكي معاناتهم، فعلى متيجي تلاقي الموال هو قريب للمستمع. يعني أنا بنظري هيجي الكلام العراقي، حتى غزلنا مميز، الكلام العراقي والشجن وايد حلو، لكن اللي تغير هو بس الإيقاع. فعلا صارت السرعه عندكم مو طبيعيه. قلت لك احنا بعصر الركب والسرعه. لكن ما زالت الاغاني العراقيه القديمه الجميله للحين عايشه معنا. طبعا اكيد. يعني انا بالنسبه لي صدقيني انا شخص جدا يحب يسمع طرب ويحب يغني طرب. احنا بحكم تعرفين يعني انا بحكم عملي كفنانه نشتغل حفلات أعراس، الناس تريد جاية تنبسط، تريد ترقص، ما جاية تسمع حزن، لأن العالم ملت من الحزن. الأخبار تفتحها حزن، بالشارع زعل، تتعارك ويا اللي قاعد يسوق قدامك، ترجع أعصابك تلفانة، تريد تسمع موسيقى
أكيد الله يبعدنا عن الحزن والزعل ويبعد العراق عن الأحزان. أنا اللي شفته أن أغلب الأغاني اللي تغنينها كلها عراقية، ما تحبين تغنين أغاني خليجية؟ شو ما غنيت خليجي؟ غنيت غنيت آخر خليجي. أغنية غنيت يا هي يا هي يا هي حبيبي خوف علي محتاجة لك عطشانة لك مثل العطش للماي يا هي يا هي عليك ما يغلى شي عليك انت الهوى وانت الضوى وانت الشمس والفي يا هي الله هي كانت خليجية. نبي رجعت شوية لورا نشوف هذا الفيديو ونسولف عن الموضوع. سلطان وأسماء بيقفوا وسط المسرح، تفضلوا. رحمة بنت العراق والخليج اللي ملأت الأكاديمية حركة، اليوم بتواجه للمرة الأولى خطر الأبعاد. إذا تفوقت بنسبة الأصوات بيكون الجمهور أعطاها فرصة أولى، وإذا خذلها الجمهور بتتقبل الحكم والنتيجة. أعلى نسبة أعلى نسبة عم بتبين بين لحظة والتانية، أعلى نسبة من الأصوات. واو 60% تقريبا 70% هيدي يمكن اعلى نسبه. يعني هذه مرحله حلوه رغم كان فيها متاعب وجهد، ويعني مريتي بضغط نفسي كبير، وكان عمرك 17 سنه مو 17 لا كنت اكبر. كنتي اكبر من 17؟ يعني بس كنتي صغيره. اكيد كنت شابه، اكيد بعدني مو ناضجه طبعا. ومريتي في مراحل طبعا كبيره، تحسين ان هذه البرامج فيها مصداقية؟ يعني مصداقية من أي ناحية؟ حددي. يمكن دائما متعارف على البرامج هذه أنها برامج للتسويق فقط لا غير، ما هي برامج بس هي بعد تبرز المواهب الشبابية، بس هي تصب كمان بمصلحة المشترك. يعني هي قاعد تعرضك على العالم 24 ساعة. يحفظوك العالم، صار عندك قاعدة جماهيرية، كل شيء في، يعني شلون يقول لك، هم عندهم مصلحه وانا عندي مصلحه وياهم، انا مصلحتي يعني مصلحه مشتركه. مشتركه بالضبط، يعني هم مصلحتهم التصويت والدخل اللي راح يجي من بعد من التصويت من البرنامج، وانا مصلحتي بهذا البرنامج بما انه عنده مشاهده عاليه ظهوري. استفدتي من التجربه هذه؟ اكيد اكيد استفدت فنيا وشخصيا. تنصحين فيها الحين اي شخص مثلا يبي عنده موهبه صوت جميل، تنصحين انه يقدم على هذه المواهب؟ هاي البرامج انا بالنسبه لي انصحها الا اذا كان عنده، يعني عنده شركه انتاج دعم او هو عنده يعني مرتاح ماديا حتى بعد ما يطلع من البرنامج يكمل، لانه هي مثل كذوبه، إذا أنت ما قدرتي تكملين بيها تروحين باي باي. يمكن الأزمة الحين بدأت في الكويت، أزمة المنتجين، أكثر المطربين يعانون من الموضوع هذا. عندكم بالعراق نفس الشيء؟ وين ما كان وين ما كان، يعني بلبنان، بمصر، بالعراق، بالخليج. إذن هذه أزمة عامة على كل طبعاً طبعاً. يعني إحنا بالعراق عندنا كم شركة إنتاج، يمكن إحنا بالعراق شوي أحسن، عندنا كم شركة إنتاج، عندك بالخليج قلت جدا، ماكو يمكن غير شركه او شركتين بس بالخليج كله. تعتقدين راح ترجع مره ثانيه الشركات هذه؟ والله ما يعني اعتقد اذا رجعت الفنانين ما راح يقبلون، لانه الفنان صار يفضل انه هو يجيب مدير اعمال هو يسوق لنفسه، هو يسوق لنفسه، لانه اعتقد الفن ما يراد لمعضله، يعني ما يراد لانت تمشي لك واحد مخلص جامعه ودكتور، يعني موضوع بسيط جدا. لا بس شركات الانتاج كانت تسهل على المطرب التكلفة المادية، تتكفل ببيع السيديات والألبوم كذا، فالمطرب نوعا ما يكون مرتاح، ما يدخل في موضوع احنا بعد مو بزمن خسارة. ألبوم يعني احنا بزمن هسه السوشيال ميديا، يعني الألبوم قاعد ينزل
ما قاعد يجيب مبيعات لأنه قاعد ينزل على اليوتيوب وعلى برامج وايد برامج إلكترونية هواية يعني على الـ applications يعني صحيح. رحنا اليوم نبي نتكلم عن سبب زيارتك للكويت. أنا بكرة عندي عرس باكر راح أحيا فرح يعني بالكويت. بصراحة الاستوديو بارد ثلج قاعدة أقطع بالحكي من وراء البرد. الأعراس اللي أسويها بالكويت دائما مميزة لأنه بصراحة أنتوا شعب سميع يعني ذويق وذويق ويحب الونسة فكلش أتونس من يكون عندي عرس بالكويت. يسلمك. ودي أسألك عن العراق. العراق كل حارة أو كل فريج في واحد صوته حلو. كل بيت. كبير. كل بيت. كل بيت. والله كل بيت كل بيت. شلون تقدرين تتميزين أو شلون الفنان العراقي يقدر يتميز في وسط هذا هذه الأصوات المتعددة؟ صعب يعني أنا يمكن الجمهور يعرف أو ما يعرف أنا صار لي تقريبا بالفن أكثر من ما قاعدة أكبر نفسي بس يمكن 15 سنة وأني قاعدة أحاول 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 لحد ما أوصل للي أني أريده وأن أنا يمكن حاليا شايفة نفسي أنه أنا تميزت حاليا ونجحت لكن بعدني ما وصلت للي أني أريده. تفهمين قصدي؟ تتميزين لازم أنت تختار لك لون معين تحس هذا اللون حلو عليك الناس حبته عليك هنا تتميز. اليوم بعيشك ذكريات جميلة بتشوفينها الحين معانا يلا تشوفين هالذكريات بنردك شوي ورا يلا ضحكي ضحك اشياء ولا حلو اكيد حلوه ذكريات ما في اجمل من الذكريات يلا طبعا ايش رايك في احلى من هالصوره لا هاي الصوره بالعيد اي هاي اني اللي حاطه ايدي هنا انزين شنو كانت هاي بالبيت عندنا ببغداد والدي هاي والدتي حبيبتي الله يطول بعمرها يا رب هاي بالمزرعه مزرعتنا همين بالعراق هاي اني ووالدي بمطعم بس ما اتذكر وين احنا دائما من بين فتره وفتره نقلب هذه الصور وهذه الذكريات طبعا لازم انت على طول دائما هاي اني وابن اختي هذه تذكرين الصوره طبعا اتحداك وينها هاي هاي الصوره شلون تذكرين هذه الصوره اكيد هاي لا يعني اكيد ما اتذكر شنو الموقف بس اتذكر وين بالضبط هاي على الدرج يم على المطبخ ما شاء الله حافظة تفاصيل البيت كامل هاي أنا همينة أعتقد كان عيد ميلادي حلو شو اللي تعلمتيه من الوالد هواية هواية شغلات شنو من طبعك يشابه طبعه شو أحكي لك يمكن أحكي لك يمكن الناس تقول هذا واحد شلون يحكيك عن نفسه الكرم الزيادة في كل شيء يعني لازم ما تكون كريم بكل شيء كريم بعاطفتك كريم بحنيتك كريم بالمادة ما يصير تكون كريم ومعطاء للناس لازم يكون أكو حد معين وأنا معطاءة جدا بس الكرم خصلة جيدة خصلة جيدة حتى لو كانت بإفراط بإفراط هي بإفراط بكل شيء أنا يعني أنا بكل شيء مفرطة كل شيء مبالغة ما عندي ليمت معين يعني فمتعب هذا الشيء بهذا الزمن الناس ما تتفهمه يعني ممكن يجوك ناس يستغلون تستغفلك تستغفلك وتستغل كرم طيبتك وكرم أخلاقك أكيد وكرم أكيد رحمة نبي الحين نسمع نبي أغنية حلوة نسمع قديم يلا قديم نسمع قديم يلا اشرب مي قبلها لين حكينا هواي تايبين الله
العشر انطوفة غلطة مرت وانتهت شمعة العشر انطوفة العراقية الحلوة. يعطيك العافية. شكرا لأنك جيتي عندنا البرنامج. نورتينا واستمتعنا معك واستمتعنا يعني بالأغاني الجميلة العراقية. شكرا الحلوة. حبيبتي الله يسلمك. شكرا لك على وجودك اليوم معنا في برنامج عسيف ونتمنى لك التوفيق دائما. وأنا أتمنى لكم التوفيق. شكرا على استضافتكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة. مشكورين. تسلمين. شكرا. إذن مشاهدينا هذه كانت فقرتنا وختام حلقتنا اليوم في برنامج عسيف. كنا معاكم من الساعة 10 للساعة 12 بضيوف متنوعين كل متميز في مجاله. نقول لكم مع السلامة في هذا التوقيت وباشر بإذن الله بنفس توقيتنا راح نلتقي معاكم. تصبحون على خير مشاهدينا وإن شاء الله استمتعتوا بحلقة اليوم وكانت طبعا حلقتنا متنوعة ومسك الختام كانت الفنانة العراقية الجميلة رحمة رياض.